مش هستر العب بالشو معكم عودي لا تنسوا زوربا وسرور وقميص بلش يستر يا كوميدي كاريوكك غني بسنكوب لعبة أعصاب وصندوق مثل وتقمص شخصية مش أنا حبي سامعني هستر يا كوميدي هستر يا كوميدي هستر يا كوميدي هستر يا كوميدي ومسا الفل واهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقه جديده من برنامج هيستيريا كوميدي ومسا الفل على الحشمين والرائعين والجميلين والحلوين وطبعا بنرحب بفرقه بيانولا باند بقياده المايسترو محمد خليل حبيبي يسعد قلبك يسعد مساء كيفك يا قلب حبيبي الله كل شيء تمام ذهب الحمد لله سؤال جواب علل لا بمزح ضاع الدائره السؤال بيقول لماذا الناس ما بتفطن تشتري اواعي وتنعجق الا يعني وقت الوقفه يعني هسه الناس لو طلعت هسه كلياتها وراحت اشترت اواعي وجهزت امورها وكانت الامور رايقه اقول لك طفرانه طفرانه الناس طفرانه شو قد التاريخ يا زلمه شو دخل الطفر شو دخل كيف شو دخل يعني اللي عنده 6-7 اولاد يعني الرواتب زي كل سنه طيب مهم الراتب مره بنزلوه مره بنزلوهش بعدين الراتب اذا نزل مش راح يكفي فهو بيستنى يلاقي حدا يداينه عشان يشتري له الاولاد والله اقنعتني يعني هاي هي وجهة النظر باختصار والله مقنع انه الناس بتستنى عشان تلاقي حدا يدينها عشان تشتري اواعي بس احنا بس هي فكره انه الناس بتعجق حالها من غير ما ترتب وقتها يعني مثلا بعيدا عن الطفر والدينه على سبيل المثال أوكي. يعني انا بحس انه حتى الحلاق ما شو الواحد بحرق بليرتين ثلاث شو الواحد بده يحلق يعني الحلاقه هي الحلاق ما بتفطن تنزل له الا تكون عارف انه بكره العيد يعني حتى هاي لوين بتأجلها انت كمان يعني مش بس شرية الاواعي يعني ولا هي باعتقادي انه الناس بيستنوا هاي اللحظات يفرحوا فيها يعني هو العيد اوله فرح العيد فرحه وهو للصغار فرح للكبار امرات هو مش فرح خلينا نكون واقعيين للكبار سمت بدن للكبار سمت بدن في كتف مصاري طيب يا جماعه الخير على كل حال يعني ان شاء الله الله يهدي البال زي ما بقولوا ومستمرين معاكم باولى فقراتنا في برنامج هيستيريا كوميدي خليكم معنا ولحتى نعرف مين ضيوفنا لليوم هيستيريا وطبعا ضيفنا الان اصبح موجود معنا الفنان الكوميدي شادي صلاح اهلا وسهلا فيك هلا حبيبي نورت سيدي الله يسعدك امورك الحمد لله تمام مبسوط شوي قد ايه يعني من 10 9 ليه وين الواحد راحت هذا هيك عشان الحسد الله الله بتعرف احنا شعب بنحسد طب مش كنا بنحسد يعني اللي عنده نقص يشعر بالحسد ولا ليش في حدا بيكتفي يعني باللي عنده فكرك والله صح ما في والله تقول كل واحد بده اقل من مزيد صح غريب طب خبرنا اخر اعمالك الفنيه اللي عم تشتغلها اخر شيء اشتغلته سيدي العزيز مسرحيه رجع البيك ايش هو رجع البيك وين كان في امريكا رجع راح يجمع مصاري رهيب رهيب انا الان الشباب بخبروني انه امبارح كان عيد ميلاد الاستاذ محمد خليل إن شاء الله وهابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو طفوا الضوء طفوا الضوء هابي بيرثدي تو خليل هابي بيرثدي تو يو شكرا شكرا حبيبي عقبال مليون سنة الله يخليك وعقبال ما نشوفك عامل إشي بدار الأوبرا مكسر الدنيا بس يعملوها اول شيء عندنا في البلد احنا عندنا نص دار يعني تقريبا ان شاء الله ان شاء الله بتصير في ميزانيه للعمل الفني اكثر في الاردن وبيعملوا لنا هيك ان شاء الله يا رب اوبرا ابو خليل اسمح لي اليوم انك تكون موجود معنا ضيف ايضا اذا سمحت لا تشرف يعني عشان عيد ميلادك فهي يعني هي هديه بسيطه هيك عرفت كيف فاليوم حتكون ضيف معنا ان شاء الله بتشرفنا سيدي ان شاء الله الله يسعد لي قلبك ابو الشوش مستعد
هستيريا كوميدي عندك فكره عنه؟ حكوا لك الشباب خبروك عنه، حكوا لي مو لسانهم طويل. هو بالمختصر احنا عم نعمل مجموعه من التحديات والالعاب، الهدف من البرنامج انا لا الربح ولا الخساره ولا انه يعني نعملها بدنا نتسلى وننبسط بعيدا عن الحكي وخذ واعطي وجيب وطلعنا ونزلنا وطفر وما فروا. يعني ما بربح خلاط؟ لا لا بتربح شوفتي. اه بس سيدي اعطيني خمسه، اعطيني خمسه، جيف مي فايف. اوكي مشاهدي الكرام الان راح ننتقل احنا وياكم للعبه الاولى، خليكم معنا. ورجعنا لكم الآن مع ضيوفنا، اليوم استضفنا محمد خليل وشادي صلاح، وراح نبلش باللعبة الأولى شوية جديدة، الأولى تعرف الأولى؟ راح نبلش باللعبة الأولى واللي هي مش صوتك، عبارة عن بلالين هيليوم فيهم غاز الهيليوم، راح نعطيهم مجموعة من الكلمات لضيوفنا ويحكوهم ونسمع كيف راح يصير صوتهم. جاهزين شباب؟ جاهزين. يلا راح نبلش بالسيد شادي وهاي الكلمات، تسحب غاز هيليوم وتبلش تحكي فيها. يلا قول يا رب، روح اسحب اسحب قول. زواج شادي صلاح من إليسا إشاعة. استاذ ايش انت جد انت ما تزوجت؟ يعني لو قبل 10 سنين بنقول امنيه بس فعلا اشاعة. لو ايش كانت امنيه عندك انه انت تتجوزها فعليا؟ طب اسحب لي اسحب لي، خذ لي الجمله اللي بعدها. يلا روح اسحب طالع، روح روح. ايوه طبيب جراح قلوب الناس اداويها. كمل يا ليلي يا لو 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 شو جو 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 شو صار معك انت؟ غنيت طبيب جراح ولو لو 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 ما بستغل الغاز ولا تضيعوا هيك؟ بلاش يخلص الهيليوم يعملوا لنا كمان صفقة غاز مع بعض جماعة. لا يعني احنا مش ناس سياسة، نحن جايين نلعب تحديات، تقول شيء بتحط لي فيه سياسة. أنا في كل شيء سياسة، بحكي لك بالفقوس تقول لي سياسة، بحكي لك بالدور تقول لي سياسة وبزنس، بحكي لك بحكي لك عن الأجواء العام تقول لي سياسة يا زلمة. طيب أعطينا الجملة الثالثة. يلا روح. طيب اسحب اسحب اسحب، هي ملغومه العباره. لا لا ما عليك روح. انت بالنسبه لك لانه انت حاش نظريه المؤامره فبتحسها ملغومه، هي عاديه. يلا اسحب. يلا امبارح مسكت اربعه مع بعض وضربتهم كلهم، قلت اضرب 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 لما صاروا ثلاثه بعدين اثنين بعدين واحد، فشيت واللي فيه على الاخر. يا قوي يا قوي. الله بس الله. مش فاهم يعني مسكت اربعه مع بعض وين؟ وزم كانوا يركضوا وين؟ شارع الأردن. اسحب اللي ضلوا وحكينا، اسحب وحكينا اللي ضلوا وين وين وين، اسألنا. يعني الأربعة وين كانوا بالضبط؟ شو كانوا يعملوا؟ هل الأربعة ذكور ولا الأربعة إناث ولا في ميكس في الموضوع؟ لأنه العبارة ملغومة صراحة. لا ملغومة ولا يزم انتي يزم نيتك عاطلة. يزم الله العظيم. طيب أنا خايف على الحياة العام صراحة، الحياة العام لنا حساس أكثر من. طيب بدنا نروح الآن لجمل السيد محمد. جاهز؟ أكيد. يلا ايوه اوكي اوكي. اللي هي انا عايز اوكي. يلا انا اسمع بمسك لك اياها عشان اعمل لك فحص نظر بالمرة. لا لا صعب حيكون. اسحب وبلش لنا بالجمله الاولى. يلا روح ابو خليل اديله. اسحب اسحب اسحب. يجب أن نكثر من شرب الماء في الأيام الصيفية. الله. طب علي صوتك عشان نسمعها كمان. اسحب حبيبي. روح. حبك نار مش عايز أطفيها. شو اللي تطفيها؟ شو اللي بدك تطفيها؟ السيجارة بدي تطفيها. طيب بدنا نأخذ منك الجملة الأخيرة. اسحبها. اسحبها حلوة. يلا اعطينا. غسلات ثلاجات اللي عنده شيء للبيع. ايوه كمل. للبيع للبيع. اللي عنده بطاريات حاس.
حديد حديد للبيع خزانات هم بركزوا على الخزانات عشان بيربحوا فيهم اكثر بركزوا على كل شيء حفايات بلاستيك كل شيء اصلا انا صوتي رايح مع هاي راح مزبوط يا سيدي ان شاء الله بيرجع وين راح يلا اوكي الحمد لله على سلامته الله يسلمك المهم يا جماعه الخير رهيبين جد رهيبين كثير وغيرك يا جماعه الان خليكم معنا للفقره الثانيه وهي فقره شو الاغنيه هستيريا كوميدي هستيريا كوميدي هستيريا كوميدي هستيريا كوميدي ورجعنا لكم للعبة شو الأغنية. بكل بساطة الفرقة الموسيقية راح تعزف لنا أربع أغاني وإحنا راح نعرف هاي الأغاني اللي بكبس أول واحد على الباز راح يربح النقطة. جاهز شادي؟ مستعد؟ كثير. أبو خليل جاهزين؟ جاهزين. إحنا واحد اثنين ثلاث أعطينا سيدي. أول مرة تحب يا قلبي يلا اوكي اول مره بسمعها هيك يا هو كل لا هو اول مره هو بيلعب هيك. بيلعب بس انا لقطه لا هو قاعد حبيبي 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 يا نور العين صارت انتين لا بس هو كبس قبلك لا وين كبس قبلي لا 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 كبسنا سوا لا انا قبل سوا لا 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 مع بعض سوا يعني هاي نحسبها تعادل نعيد من اعطيكم واحدة ثانية طيب يلا اعطينا هذا هيك بصير تعزف واحدة خامسة اقعد اتذكر الخامسة يلا لا بنتذكر على رمشي او عيونها الله كيف هيك تعادلنا ولا لا ايش انا عرفت واحدة واحدة تعادلنا فيها مع بعض. هيك تعادلنا طيب. يلا يلا بعرفها عارفها عارفها مش قادر ازمر على طبق الماز لا 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 كمل 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 قاسي قاسي حر عزز علي النور عزز علي والله اني عارفها مش قادر تطلع عزز علي النور شو اسمه على بالي شو اسمه على بالي يا والله يلا طب ايش احسن انت هيك اصلا هيك فزت خلاص عادي نعطيك كمان نعطيك كمان فرصة اعطينا فرصة يلا دنيت ترغب على ليلي مرام يا ليلي مرام يا ليل سبقتك سبقتك سبقني صراحة سبقك كثير اسمع بضل شغال معك للصبح عادي طلع قديم حافظ كل اغاني يا جماعة ايه مالك انا مواليد 76 يا زلمة والله قديم مواليد 76 احنا جيل واحد فعشان هيك فاهمين مزاج بعض بس لا انا عارفهم يعني مش انه مش عارفهم انا بحكي لك شو اللي صار معك اللي صار معك انت كنت تنسى تعمل طب اعطيني كمان واحد انا متسليت انا هات حلوه بطرس ايش بطرس لا ملحم بركات ملحم بركات قبل خلي خلي لسه فاكر قلبي يدي لك امان الله مع اني مش بالجماعة خليني اروح خليني اروح انا يا اخي انا ليش اتحدى ليش اتحدى شو جابني شو جابني على التحدي والله انا عارف اتحدى انت وخلص يا اخي مين اتحدى حالك يا اخي طب عادي مش هو موسيقار ايش مش هو موسيقار عادي هلا هم يلعبوا وهذا انت بتعطي بز عنه اذا اعطاك اشاره بز خلص خلي خلي بس ال انا حزين حزين الدرام والبيس اعطيك واحده كثير سهله انا حزين اخر واحده شوف سرعتك في البز يلا يلا بدي اعطيك شيء سهل اعطيه شيء من سبيس تون يلا شيل ايدك شيل ايدك على البز عشان تعطيه فرصه يكبس لا يلا. ايه مش لهالدرجه ايه ماشي اقول لك هاي رح تعطيه خليل مالنا ايه اركض اركض انت واعطيه يلا 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 ها يا يا اجل البس ثاني عنيدي يا يابا والله عن شعرك كل البنات نجوم يا عنيدي يا يابا بعرفها هاي نعجق عشان اعرفها نعجق خلص كمان كمان واحد شوف اعطيني شيء اعطيه اعطيه شيء بعطيك شيء شوي لك عشان تتعادل لحالي شو بدي اعطيك شو بدي اعطيك بدي اعطيك واحده كثير حلوه وقديمه بس ان شاء الله يعني مشهوره كثير طلعش قديمه زي ما هذا مواليد قد ايش ثمانينات شو زلمه شو شايف سينات لا ما يغركيش دراج البكا فينا
عطيلك بعيوني ليل شيطان وريف جفوني لامين تخلي يا ريل حبيبة قلبي تكون يا زلمة. ربيع الخولي ربيع الخولي اللي بطل يغني بعد بغدنا عنا. انت عارف شو المشكلة عنا؟ بس اسمع أغنية، أنا أتوقع كل المواطنين الأردنيين عندهم نفس القصة، بس اسمع أغنية بصير يقول ومش عارفها بس هو ماشي مع اللحن. المهم احنا عشان ما زمرتش افكرني بعمل نن نن نن. انا يعني والله الله يعطيك العافيه يا رب. واحنا عن جد يعني هيك دائما بنكون بنحكي. المهم جماعه الخير احنا هيك بنكون وصلنا لنهايه هاي اللعبه. استنونا الان بلعبه امسك اعصابك. امسك اعصابك مع شادي صلاح. جاهز؟ بدك تمسك اعصابك؟ اذا انا عصبي خلقه يعني مش عارف كده اثبت ايدي في هاي. معك ثلاث اخطاء بالضبط لحتى توصل للنهايه. انا راح اضلني اوشوش فيك اوشوش فيك اوشوش فيك لحتى تخربط. عرفت شو؟ اوكي جاهز؟ ماشي عيش لحظتك. لا اوكي بدي اعيش لحظتي. نقول 3 2 1 جو. يلا هلا الوقت معي يلا. لا لا مش معك الوقت. يلا يا هيك يعني شادي. ايوه شو اكثر طبخه انت فنان فيها؟ يا كلهم. طب اعطيني واحده سبيشال بتحبها كثير يعني. المعاليق. طب كم مره حرقت طبخات بما انك شاطر بالطبخ؟ مره واحده زمان. شو نوعها؟ شو نوعها كان بالضبط؟ كنت عامل شعريه بسكر. شعريه بسكر واحترق معك يعني؟ شو يعني هي اللي كنافه يعني؟ الشعريه بتشرب المي بسرعه. بتحب الكنافه؟ يا اخي انا بموت على الكنافه خصوصا لما تكون هيك بتمط والجبنه تاعتها بتتعب. اذا مطت معناته الجبنه يعني بتكون بايته. بايته؟ لا مش دخل ما باتت الجبنه اكثر. بس احسن ولا مش منيح هذا الشيء يعني؟ لا مش كثير يعني. عمرك عصبت وضربت واحد؟ لا احبز واحد. عمرك عصبت وضربت حدا؟ هلا شوف انا زمان عدت فتره كنت كبيب بلا نوعا ما. هسه بطلت كب بلاك خلاص؟ لا لا خلص رايح يعني. كب بلاك يا اخي القصه. لا لا طويل بال اقول لك حتى عن جد مش بيسب علي في البيت بقول له روح يا اخي. حلوه العقلانيه. الواحد كل ما يكبر بيعقل. كل ما يكبر بيعقل والله. مالك يعني بدك زي ما تقول هلا هيك الحياه. انت عم تحاول هي طافيه ولا ضل ضاويه؟ شو اذا انا صرت شاكك انها طافيه؟ لاني صار لي ساعه بحاول اشوش فيه واخرب فيه واقول وقيم واحط واشوش عليه على الفاضي. ما انت ما حكيت على هذا. طب اسمع بدي اتحداك وانا اسويها. هي زمره هي شغاله. هي ما انا عارف انها شغاله. بدي اتحداك اذا انا شكيت انها طافيه. والله انا اتحداك. كيف انا حابه اتحداك؟ تعال مكاني وشوش علي. ماشي اوكي شوش علي وانا خليك. انا مستحيل من هون لهون مستحيل. انا اسمع من بعيد كمان يعني عشان ما اربكك. تربكني؟ بديش اربكك. يلا ايوه يا سلام. ايوه قديش عمرك هداي؟ منيح 30. 30 بالفوتبول كانوا يحطوك جولجي ولا ايش في الحاره؟ حكم. حكم؟ يعني سامحينك في اللعب كله عشان الناصح. ايوه هيك. لا ما عادي مكانه. مش كانوا يجيبوا لنا هذا دبوس؟ دبوس زمرت. عند دبوس زمرت. ايه شو هذا يعني؟ اللهم لا شمال. بس معي محاولتين صح؟ هي معي محاولتين. اعطيني الفرصه. دن 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 دن. طب يلا 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 حاول محاولتين. يلا تمام. طب في دبوس بس في الكابتن رابح كانوا حاطين برضه واحد مليان ولا لا؟ كلمتين خليني ازمر. خلص بلاش دبوس. اخر محاولة اخر محاولة. بديش اقول لك دبوس بالمره. ما عداش احكي دبوس شباب. يلا يلا إبرة 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 إبرة. اسمع أنت لما بتاكل إبرة التطعيم لما بتطعم بالإبرة التطعيم بالمدرسة بتطعم بلافي بتطعم بالإبرة بتبكي كنت في المدرسة ولا كيف؟ لا بضحك. أو لحد أي صف كنت تبكي بعدين إنه خلص؟ أنا والله أنا أبدعت لصف ثالث بالبكاء. ثالث بعدين خلص قلت بكفي شو هذا العيط. صرت خلص إنك تشد على حالك شد على حالي بتزمر. خلص زمرت والله. إنه لعبة أعصابك قوية. برافو مان حجيج قلبي. أنا مقهور. طيب يعني انا اسمع غلبتك في هاي. نعم. وغلبتك في تبعت الاغاني. ايش ضل كمان يعني؟ بس هذول غلبتني فيهم. هذول ما لعبناش شيء ثالث. طيب بدنا نجرب. طيب شو رايك ابو خليل يجرب معنا بما انه عيد ميلاده وهيك يجي يعمل الهذا؟ طب تعال تعال انت هون وانا بدي اعزف. يلا تعال تعال على اساس اني بعرف اعزف. طب خليك شوش معي عليه. تعال
هلا من هون بشوش لك تتفرج هلا. اما انا لما اعزف يا زلمه راح اشوش على ال يلا جاهز سيدي على الجهاز العصبي للشباب. نقول 3 2 1 اكشن. شوش من عندك يلا. روح سيدي ابو خليل حبيبي. شو سيدي كيف الصحه؟ تحب الرياضه؟ الحمد لله. مش حب الطبخ؟ بيرم بيرم يعني انت بتطبخ؟ طيب مش كل الاكلات بيض ما بيض هيك قصص. ايه شو هي شو هي بيض ما بيض شغلات بس يعني ابو مشي حالك يعني سلك حالك. طيب وكيف الامور ماشي؟ كيف الاولاد؟ كيف الاهل؟ الاولاد بجننوا الحمد لله الله يخليهم. والله يا زمرت حلو بجننوا. اول واحدة يا سلام. انا عرفت وين جابت شفت النشا زوج عرفت شو عمل. يلا فكرت فيهم مع كمان محاولتين. هذول ليش مش شغالين؟ يلا ليش مش شغالين هذول؟ عشان الحسد. قبل شوي قلت لنا عنها. يلا بس روح. كيف الاولاد؟ انت رجعت على نفس الموضوع. هو عشان خليها تزمر سيدي. الاولاد الحمد لله في احسن حال. مناح تمام. ابو خليل وين بتشوف حالك بعد 5 سنوات؟ بجوز معك. معي انا؟ في مكان من ارجل. نعمل شغله. وين نروح يعني؟ يعني هذا السؤال تاعون الاتش ار عرفته؟ بتوقع سيدي حنكون كلنا موجودين في نفس الاماكن ونفس العمل ونفس البزنس. حلو حلو حلو. طب شو اكثر شيء بوترك بالحياه؟ خلي تلفونك برن. شو اكثر شيء بوترك؟ رد الحجز هذا. تلفونك برن البيت بيوترني اكثر شيء بصراحه. دغريتها دغريتها. ما في شيء حدا الا بتكركب. يعطيك الف عافيه. والله استسلمت. شايف تعب الشمس. تعال يا حبيبي تعال. لسه عارف عارف بعديها لو لعبت كان شو قلت لك؟ تلفونك برن شو الهبله. ايوه هيك 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 عبيته انت. كان خششته في البيت. جماعه الخير اسمحوا لي الان اشكر يعني ضيفنا لليوم شادي صلاح يعني بصراحه شكرا جزيلا. في بيتزا؟ في في طبعا موجود كل شيء موجود عندنا. استنونا يا جماعه بكره بحلقه جديده وضيوف جداد وتحديات جديده. بنشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هستر العب بالشو معكم عودي لا تنسوا زوربا وسرور وقميص بلش هستر يا كوميدي كاريوكك غني بسنكوب لعبة أعصاب وصندوق مثل وتقمص شخصية أنا حبيس أنا عميق هستر يا كوميدي هستر يا كوميدي هستر يا كوميدي هستر يا كوميدي.